مؤتمر النهارده حقيقي وزاره شباب والرياضه سعيده جدا للمؤتمرات اللي بتبقى شبيهه بكده بتاعه العلاج الطبيعي والاصابات والتاهيل، لان ده بيعتبر دور من الادوار اللي بتقوم بيه وزاره الشباب والرياضه ممثله في الاداره المركزيه للطب الرياضي. ان احنا خصوصا ان احنا عندنا شقين مهمين جدا في المستشفيات بتاعتنا، احنا زي ما الساده المشاهدين عارفين ان وزاره الشباب والرياضه بتمتلك 3 مستشفيات على اعلى مستوى وجاري تجهيزهم، وفي يعني في خطه تطوير حاصله ليهم، مستشفى الطب الرياضي بطنطا ومستشفى الطب الرياضي في السويس دي لسه جاري افتتاحها، ومستشفى الطب الرياضي في مدينه نصر ودي تعتبر من اقدم المستشفيات بتاع الطب الرياضي الموجوده. التخصص بتاع الطب الرياضي يعتبر تخصص جديد في الوسط الرياضي، انما حقيقي الدكتور اشرف صبحي حاليا مدي اهتمام كبير جدا لموضوع الطب الرياضي وتطوير المستشفيات والتاهيل وشكل الكوادر اللي موجودين فيه. فدي فرصه طيبه جدا لوزاره الشباب والرياضه ممثله ان الدكاتره بتوع الوزاره موجودين بيحضروا المؤتمرات دي، في تبادل خبرات بيحصل مع جهات زي ما احنا شايفين في جامعات موجوده في خبرات وقامات زي الدكتور احمد عبد العزيز ونقيب العلاج الطبيعي، فده كله بيبقى بشكل من اشكال نقل الخبرات. وزي ما قلت لكم احنا وزاره الشباب والرياضه فاتحه ايديها لكل الجهات والمؤتمرات والتبادل ده، ان على يعني وسعداء ان احنا وعايزين نكسر من المؤتمرات دي. الكلام هيبقى كله طبعا اول يومين هيبقى محاضرات عباره عن بتتناول اكثر الاصابات شيوعا، سواء في الملاعب اصابات الملاعب اصابات الرياضيين او الاصابات اللي ناتجه عن الاعمال الاوكوبيشنال. ده هيبقى اول يومين. اليومين اللي بعدهم هيبقوا كلهم ورك شوبس على احدث الاجهزه الموجوده دلوقتي في العالم، في عالم العلاج الطبيعي، او في ورشه عمل هتتعمل جاي لها مختصين من الدوري الانجليزي علشان يدوا الاسعافات الاوليه لبعض دكاتره العلاج الطبيعي. المؤتمر هو في المقام الاول بيعتمد على الطب الرياضي وكل اصابات الملاعب والحاجات الامرجنسي اللي بتحصل في الملاعب وازاي المانجمنت بتاعتها بتكون. بالنسبه لي انا موضوع شويه مختلف عن كده، انا بشتغل في مجال الاعصاب، فانا هقدم التوك بتاعتي هتكون عن الدبل امباكت بتاع التقدم في السن مع الامراض العصبيه. الحقيقه احنا الورش اللي فكرنا نجيبها في المؤتمر حبينا نجيب كل الورش او اغلب الورش المتخصصه في المجالات المختلفه بالعلاج الطبيعي، يعني بدانا بالورش اللي هي بتتكلم عن اصابات الرياضيين والحاجات اللي هي الميديكال ايمرجنسيز للرياضيين اللي هم من الدوري الانجليزي، ودي اللي بيقرها الاتحاد الانجليزي عشان كل الاصابات اللي ممكن يتعرض لها اللاعب المصري او الاصابات اللي ممكن يتعرض لها. اتكلمنا عن الورش، جايبين ورش ليها علاقه بالسكتات الدماغيه، ودي بيناقش فيها وبيقول الورشه دي الدكتور محمد اللي هو جاي من امريكا عشان هذا المؤتمر. بنتكلم على الورش برضو كمان على الحالات الاطفال اللي هم ذوي الهمم واللي انتشرت في الفتره الاخيره، ودي اللي احنا كمان شاركنا كمشاركه مجتمعيه من المؤسسه ان احنا بندعم بعض الزملاء اللي في المستشفيات اللي بتتعامل مع ذوي الهمم ان هم يبداوا يشوفوا الحاجات الابديتد وبيستفيدوا. وبالفعل الورشه دي كانت اليومين اللي فاتوا استفادوا استفاده كبيره جدا. بعض الورش اللي بتتكلم عن الليمفديما اللي هي التورم الليمفاوي، التورم الليمفاوي دوت اللي بيصاحب ما بعد العمليات المختلفه وما بعد مرضى السرطان، والحقيقه دي مجال جديد جدا جدا في مصر، مش جديد قوي بس هو بقى له فتره، لكن هو مجال ضعيف ما لهوش خبرات كتيره. احنا جبنا من اكبر الدكاتره المتخصصه في الشرق الاوسط عشان تضيف او تدي الخدمه دي للناس. الورش احنا كان هدفنا منها حاجتين، ننوع في الورش المختلفه ما تبقاش حاجات تقليديه، ندور على خبرات اجنبيه لان هو دي الحقيقه اللي الدكتور المصري بيدور عليها او اللي هو اخصائي العلاج الطبيعي بيدور عليها، ان هو بيبدا يفكر يسافر انا عايز اخد اونلاين بره. لا، احنا بنجيب له السبيكرز دول والحاجات الورك شوبس دي موجوده هنا، وان شاء الله كمان احنا هنبدا ان شاء الله نكمل الورش دي على فترات مختلفه. هو احنا من اهم المحاور اللي حاولنا نغطيها في هذا المؤتمر هو شق الطب الرياضي. عندنا جاب كبير جدا ما بين ما يقدمه المجتمع المصري أو المنظومة الصحية المصرية والمنظومة الصحية العالمية في مجال الطب الرياضي من ناحية القياسات والوقاية من الإصابات والتأكد من رجوع اللاعب. إحنا أخذنا على عاتقنا محورين، المحور الأول بنقول سيف لايف، إنقاذ حياة اللاعب أثناء الإصابة في الملاعب، وجبنا متخصصين من الدوري الإنجليزي بيقدموا دورة تعرف بسبورت ER
الدورة دي مستحيل حد ينزل الملاعب في انجلترا او اوروبا الا لما يكون حاصل على اجتياز لهذه الدورة. احنا جبناهم معانا في المؤتمر بيشاركوا لعدد كبير من الاطباء واخصائيين العلاج الطبيعي في الملاعب باعطاء هذه الدورة انقاذا لحياة اللاعب، لان الثواني بتفرق في انقاذ حياة اللاعب في حالات الكسور والاغماءات وبلع اللسان وكدمات الرأس وخلافه. الشق الثاني وهو السيفتي ريتيرن تو سبورت، وهو ازاي يبقى عندنا كريتيريا نحكم بها على العودة الآمنة لممارسة الرياضة، وده من خلال الخبراء الكتار اللي جبناهم حوالي 12 خبير في مجال الطب الرياضي، إلى جانب موضوع القياسات والوقاية اللي بنحاول نفعلها في الأندية المصرية في خلال السنوات الأخيرة. طبعا مبسوطة جدا بتواجدها في المؤتمر في مصر، وبتقدم يعني مبسوطة أنها بتقدم كمان الأبحاث العلمية اللي قدمتها الجامعة عندها في إنجلترا، والأبحاث دي بتركز النهاردة على فكرة الكرايوثيرابي أو العلاج بالتبريد في التأهيل الرياضي والتأهيل الطبي لما بعد الإصابات الرياضية. هي مبسوطة جدا بالطريقة اللي اتعمل بيها المؤتمر والتقديمة، وانها قدرت انها تعبر عن نفسها وعن زمايلها في الجامعة، وان هم يقدموا كل الابحاث اللي هم اشتغلوا فيها الفترة اللي فاتت دي، وحاسين بتنظيم محترم يعني يليق بتواجدهم في المؤتمر دوت. يعني هو هيساعدنا جدا المؤتمر، لانه هو بيقدم حاجات ابحاث علمية وكمان ابحاث مهنية او عملية وتبادل الخبرات بين الجامعات وبعضها، كمان ممكن تستفيد من الزملاء اللي موجودين في مصر.